احتضنت قاعة ابن زيدون بالجزائر العاصمة العرض الشرفي الأول لفيلم الأفيون والعصا مدبلجا باللغة الأمازيغية. المشروع انطلق عام 2017 بمناسبة مئوية الكاتب مولود معمري صاحب العمل الذي اقتبس منه الفيلم، وعرقل عرضه لعدة مرات كوفيد-19. كان في إطار نشاط رسمي تاع المحافظة السامية الأمازيغية في إطار الاحتفال بمئوية ميلاد مولود معمري، يعني مجموعة من الأنشطة حوالي 13 مشروع تجسدوا إلا الدبلجة، لأن طلب أولا مرافقة إمكانيات تسخير أيضا المرافقة التقنية، يعني من باب أن أردنا أن تكون الدبلجة في المستوى الرفيع من حيث يعني الصوتيات ومن حيث أيضا التقنيات المستعملة. نظن أحسن الاختيار سميريت بالقسم سبق وين يعني استفاد من إطار تكويني في إطار المحافظة السامية الأمازيغية في 2012، ودور كنا نقول هذه هي ثمرة أن سميريت بالقسم ولا مدرسة في الدبلجة، وهذا المنتوج يعني أولا هو إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية في الشاشة الكبيرة. الأفيون والعصا تحفة سينمائية اشتغل على دبلجتها المخرج والمنتج سمير أيت بالقاسم، وأضاف لها لمسة المطرب الكبير لونيس أيت منجلات. أيت منجلات كما نقول لك يعني ما كاش ما يقدرش الإنسان يدير هكذا مشروع يعني خاص بالأمازيغية، وإذا كان أيت منجلات يقدر يجيب حاجة وما يدنالوش الفيلم تاع الثورة والاستعمار والمشاكل هذوما كاع، هو غنى على المجاهدين، غنى على الشهداء، غنى على الوطن. هو اللي خير للفيلم كما نقولوا ينصطروف تاع الغنية تاعو، ما جابهاش ما نحيناهاش، هو اللي جا إلا أونروجيستري قالها كلام مش ما غناهاش، جا سي سا كوسيون، شاف الفيلم عجبو. فيلم الأفيون والعصا عمل يبرز نضال الشعب في سبيل وطنه، وفي نفس الوقت يبرز للمشاهد ثراء الثقافة الجزائرية.